الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعظيم المعلمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرحب بكم أجمل ترحيب في تسجيل جديد لمحاضرة جديدة في سلسلة محاضرات الكيمياء العضوية الحيوية. واليوم راح يكون موضوعنا موضوع خاص ومختلف، هو موضوع كيمياء بالتأكيد، لكنه يخص عامة الناس وليس فقط المهتمين ودارسي علم الكيمياء أو الطلاب الذين يدرسون علم الكيمياء العضوية والحيوية والكيمياء بشكل عام. اليوم راح نتكلم عن موضوع الأكسدة ومضادات الأكسدة، وحديثنا سيكون على سلسلة من المحاضرات لأن الموضوع واسع ولا يمكن أن نحيط به كاملا في محاضرة واحدة. سنعمل عدة فيديوهات لغرض التحق الحديث بشكل واسع وتفصيلي عن هذا الموضوع الذي يهم حياة الناس بشكل عام. وجدت أن من المناسب أن أقسم الموضوع إلى جزئين. الجزء الأول يتكلم عن تفاعلات الأكسدة، عمليات الأكسدة بأنواعها المختلفة، وأن أركز في هذا التعريف أو التعريفات أو تناول المفاهيم أن أركز على ما هو ضار من هذه التفاعلات وما هو نافع من هذه التفاعلات. والحديث عن تفاعلات الأكسدة في الكيمياء يعني الحديث عن الكيمياء كلها، لأن تفاعلات الأكسدة والاختزال هي التي تحكم كل تفاعلات الكيمياء التي تحصل في الطبيعة بإرادة الله سبحانه، التي تحصل في جسم الإنسان، الحيوان، النباتات، وتلك التي تحكم العمليات الصناعية المختلفة. وهذا هو مصدر سعة الموضوع، وهذا هو أساس ارتباط هذا الموضوع بحياة الناس بشكل عام، سواء في أجسادهم أو في احتياجاتهم. الأكسدة كان تعريفها الأول أو مفهومها الأول هو اتحاد المواد مع عنصر الأكسجين، وهذا الاتحاد أو هذا التفاعل يؤدي إلى تكوين مركبات تعرف بالأكاسيد، وهذه الأكاسيد منها ما هو مفيد ومنها ما هو مضر للإنسان وللبيئة ولمقتنيات الإنسان. وأول صدمت الإنسان في احتياجاته اليومية والبيئية هو تفاعل الحديد مع الأكسجين، لأن الحديد من بين أوسع المواد التي يستخدمها الإنسان في حياته، وتفاعل الأكسجين مع الحديد بشكل طبيعي يؤدي إلى تلف الحديد، سواء كان الحديد مستخدم في بناء أو كان مستخدم في عمليات صناعية أو في إنتاج مواد معينة. فأكسدة الحديد تؤدي إلى تكوين ما يسمى بالصدأ، الذي يعني في حقيقة الأمر تكوين أكاسيد الحديد أو مركبات هيدروكسيد الحديد التي تؤدي إلى تآكل الحديد واندثاره وتلفه في المكانات التي يستخدم فيها، ومنها مثلا في المصانع أو في الاحتياجات أو في الحاجات البيتية. كثير من المستلزمات اللي يستخدمها الإنسان فيها الحديد، ويكون هنا عرضة للأكسدة، وعليه اضطر الإنسان أن يجد ما يمنع الحديد من التآكل. المعنى الثاني، طبعا سنرجع إلى موضوع الأكاسيد هذه بشكل واسع ونتحدث عنه لأهميته. المعنى الثاني للأكسدة وهو الأوسع في مفاهيم الكيمياء الحديثة، الأكسدة تعني فقدان الإلكترونات في التفاعلات الكيميائية المختلفة. العنصر الذي يفقد إلكترون
أو المادة الكيميائية التي تفقد إلكترون سواء كانت عنصر أو أيون أو مركب، نقول إنها تعرضت لعملية أكسدة. وهنالك أيضا مفهوم آخر للأكسدة سنأتي إلى تفاصيله عندما نتعرض أو نشرح العمليات التي تشتمل على الأكسدة في جسم الإنسان والتي تتعلق بانتقال الهيدروجين من مركب إلى مركب آخر، وأيضا تسمى العملية عملية أكسدة. الموجود أمامكم الآن حتى نبدأ بالتطرق للموضوع بشكل نظامي بعد هذه المقدمة العامة، الموجود أمامكم الآن هو تفاعل من تفاعلات أكسدة الحديد، وتلاحظون أن هذه العملية أو هذه الأكسدة تحكمها ظروف بيئية، يعني الماء والأكسجين وكلاهما موجود في الجو، الأكسجين موجود في الجو والماء بشكل بخار أو رطوبة في الجو أيضا موجود ضمن البيئة التي يتواجد فيها الحديد، وهذه العوامل كلها يعني تتحد مع الحديد وتؤدي إلى تكوين هيدروكسيد الحديد أو ثلاثي هيدروكسيد الحديد الذي يكون فيه الحديد ثلاثي التكافؤ أو ثلاثي العدد الأكسدي. هذا الآن التفاعل يوصف أو يسمى rusting of iron اللي هو تفاعل تأكسد الحديد. إذن هذه العملية من وجهة نظر صناعية، من وجهة نظر مادية، عملية ضارة، والإنسان اضطر لأن يتعاطى معها أو يتعامل معها بوسائل مختلفة لإيقافها، يعني يجب أن يستخدم مواد معينة لمنع تماس الحديد بالأكسجين الجوي وبالهواء الجوي. أكسدة أخرى معروفة لنا ككيمياويين هي تحول الكحول، كحول الإيثانول، تحول إلى مركب اسمه الألديهايد. هذا مفهوم الأكسدة الآن لا علاقة له يعني الاتصال المباشر بالأكسجين، وإنما هو تفاعل كيميائي يتضمن تحويل عائلة كيميائية اسمها الكحولات، وطبعا هي عائلة ضخمة ومن أضخم المكونات الكيميائية في الطبيعة. يتحول الكحول أو تتحول مجموعة OH بشكل أدق في الكحول إلى مجموعة ألديهايد، فبدل ما يكون عندي CH2OH أصبح عندي CHO. وهذا التفاعل هنا الأكسدة مرتبطة كما قلت قبل قليل ليست بعملية اتصال بالأكسجين مباشر، وإنما عن طريق فقد الهيدروجين، lose of hydrogen، يعني الكحول هنا عند تحوله إلى الألديهايد قد فقد هيدروجين، وتسمى العملية أيضا عملية أكسدة، كما نسمي صدأ الحديد بأنه عملية أكسدة. التفاعل الآن هذا الصورة المخططة أمامكم أريد أن أقول فيها أنه تفاعلات الأكسدة أيا كان نوعها وسواء كانت مضرة أو نافعة كتفاعل كيميائي يحصل في الطبيعة في الكون خارج جسم الكائنات الحية أو يحصل في داخل جسم الكائنات الحية يجب أن ترافقه عملية اختزال، وممكن أن تحصل عملية الأكسدة، لا يمكن أن تحصل عملية الأكسدة إلا وتصاحبها عملية ريدكشن، عملية اختزال. هذا أيضا النقطة يجب أن تحضر في ذهن أي واحد يريد أن يتعلم الأكسدة أو يعرف مفهومها، أن الأكسدة دائما تكون مصحوبة بعملية اختزال. هذه من الأساسيات التي يجب أن نتذكرها دائما في تفاعلات الأكسدة. أكسدة أخرى من نوع مختلف وبنتائج مختلفة. نحن نعرف أن الكائنات الحية كلها ومنها الإنسان يحتاج في وجوده، في حضوره، في حياته، في فعالياته المختلفة، في نموه، في مرضه، في صحته، في عافيته، في كل الأحوال يحتاج إلى حاجة اسمها الطاقة. ومصدر الطاقة الأساسية
الذي يحصل عليه جسم الإنسان من مختلف المواد التي تنتج الطاقة بشكل مباشر أو غير مباشر. وخلونا نركز الآن على الجلوكوز، لأنه موجود عندنا سكر الجلوكوز، وهذا سكر الجلوكوز هو عبارة عن مركب عضوي فيه 6 ذرات كربون، فيه 12 ذرة هيدروجين، فيه 6 ذرات أكسجين. يمكن أن نحصل عليه مباشرة من المواد الغذائية اللي نأكلها بصيغة جلوكوز كسكر أحادي، أو نحصل عليه من سكر المائدة الذي هو سكر ثنائي، أو نحصل عليه من الخبز والبطاط ومختلف المواد النشوية التي نتناولها، حيث كلها تتحول في داخل جسمنا إلى الجلوكوز. وهذا الجلوكوز ينتقل من القناة الهضمية إلى مجرى الدم، ومن ثم من مجرى الدم ينتقل إلى داخل الخلايا، وفي داخل الخلايا تحصل عليه عملية أكسدة تعيده إلى مكوناته التي تكون منها، وهي ماء، ثاني أكسيد الكربون، والطاقة التي تتحرر وتجهز جسمنا من انطلاقا من الخلايا، من كل الخلايا، مليارات الخلايا الموجودة انطلاقا منها إلى مختلف الأعضاء والأجهزة لتقوم بمهامها، سواء كانت مهامها فيزياوية أو كيميائية، نمو أو اندثار. كل العمليات اللي تحصل في داخل جسمنا بما فيها الآن أنا أتكلم، لأنني أمتلك طاقة، وهذه الطاقة جاءت من أكسدة الجلوكوز، وأيضا في طبعا مواد أخرى يتم أكسدتها إذا ما شح أو انتهى وجود الجلوكوز أو المصدر السكري الذي يعتبر هو المصدر الأساس للطاقة. هذه العمليات اللي موصفها أمامكم الآن أنا ما أريد أتطرق لها بصيغة كيميائية محددة، فقط أريد عامة الناس يعرفون أنه أكسدة أو تفاعل الأكسدة الذي يحصل في داخل خلايانا هنا مفيد وضروري للحياة، ولا يمكن أن تدوم الحياة ولو لدقيقة واحدة لثانية واحدة أو لزمن محدد إذا لم تنتج الطاقة، وإنتاج الطاقة هذا يعتمد على عملية تفاعل أكسدة Oxidation Reaction. أرجع أقول هنالك أكسدة تتلف الحديد اللي احنا مستخدمين في احتياجاتنا أو في صناعتنا أو في مصانعنا أو في بيوتنا، وأكسدة هنا تنتج الطاقة التي يحتاجها جسمنا. نحن أزاء تفاعلين يحملان نفس الاسم لكنهم يثيران نتائج متناقضة أو متعاكسة أو متضادة. هذا تفاعل آخر من تفاعلات الأكسدة. هذا المادة الأولية لجنوسيليوزيك بايوماس، الكتل الحيوية التي يتم الحصول عليها من المركبات السكرية المتعددة مثل السيلولوز، هذه يتم تحويلها إلى جلوكوز أولا، يعني تحلل، عمليات تحلل على هذه البايوماس، في عمليات بايوماس يتم تحويلها إلى جلوكوز اللي الآن تكلمت عنه قبل ثواني، تكلمت عنه على أنه هو مصدر الطاقة للكائنات الحية المختلفة. أكسدة الجلوكوز هنا تأخذ معنى آخر غير اللي تكلمت عنه قبل قليل، وهو إنتاج حامض اسمه جلوكاريك أسيد. الجلوكاريك أسيد كما تلاحظون هو حامض يتكون من 1, 2, 3, 4, 5, 6 ذرات كربون، وعليه مجموعتي كربوكسيل من اليمين ومن الشمال. مجموعة الكربوكسيل هي سي أصل مزدوجة أو أو إتش. ثم يتعرض هذا الحمض إلى عملية هيدرو ديوكسيجينيشن، يعني تخليصه من بعض جزيئات الأكسجين، فيتحول إلى مركب اسمه الأديبيك أسيد، ومن ثم الأديبيك أسيد يتحول إلى خيوط النايلون. فهنا الأكسدة أخذت بعدا آخر، أخذت فائدة أخرى، أخذت يعني نتيجة مختلفة عن نتيجة الصدى وعن نتيجة الأكسدة في داخل الخلايا التي هي إنتاج الطاقة. وهذا ما قلته لكم في البداية، إن الموضوع متشعب ويحمل النقائض في آن واحد، المفيد والضار في آن واحد. ولذلك عندما نتحدث عن الأكسدة يجب أن نتحدث عن أي أكسدة نعنيها. نعم.
الآن أصل إلى نقطة قد أنهي بها هذه المحاضرة ولكنها في غاية الأهمية. إذا كان تكوين أكاسيد الحديد ضار تالف للحديد، وكذلك أكاسيد عناصر أخرى ضار وتالف ومؤذي، لكن بالمقابل هنالك أكاسيد لها أهمية واسعة في الحياة، سواء كانت الحياة المادية اللي نتناولها ونعيشها ونحتاجها أو في داخل أجسامنا. أول نموذج جبت لكم إياه هو أكسيد النيتروجين اللي اسمه النيتريك أوكسايد اللي هو NO، ويتكون من ذرة نيتروجين واحدة تأكسدت مع الأكسجين بذرة أكسجين واحدة وأنتجت أكسايد اسمه النيتريك أوكسايد. جبت لكم إياه كمثال على أكسدة تؤدي إلى إنتاج مركب يتحكم في حياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى. يهمني هنا الإنسان لأن هذا المركب يعتبر من المركبات التي تقوي وتعزز جهاز المناعة عند الإنسان. ونحن الآن في زمن كورونا، زمن الفيروسات الخارج القدرة على السيطرة، سيطرة الإنسان بالأدوية والعقاقير والمضادات، لجأنا إلى الدور الذي يلعبه أو تلعبه الجيوش الربانية الموجودة في داخل جسمنا اللي نسميها جهاز المناعة. فهذا المركب مثلا هو أكسيد، زي أكسيد الحديد، مثل أكسيد الحديد، لكن أكسيد الحديد مدمر مؤذي، أكسيد النيتريك هذا في هذه الحيثية بالذات هو أحد المواد التي تؤدي إلى تقوية جهاز المناعة. الآن سأستعرض معكم حتى مدخول الذاكرة، حضرت بعض النماذج للمواد اللي هي بمثابة أكاسيد ناتجة من اتحاد الأكسجين مع عناصر من العناصر الموجودة في الكون، عناصر نسميها الكيميائيين عناصر الجدول الدوري، والفوائد التي تجنى من هذه الأكاسيد. عندنا أكاسيد تستخدم في صناعة الأصباغ. ماكو واحد من عندنا ما يدرك الآن أهمية الأصباغ في حياتنا، لكن قليلين جدا يعرفون أن هاي الأصباغ هي عبارة عن مواد كيميائية، بعضها عضوية اللي نسميها المركبات الإيزو أو الدايزونيوم كومباوند اللي هي مركبات نيتروجين، ومنها ما هي أكاسيد. وهذه الأصباغ بألوانها المختلفة معناته تعني أنه كل لون مختلف يعود إلى أكسيد مختلف. كلنا نعرف أهمية أشباه الموصلات اللي نستخدمها في الأجهزة الإلكترونية المختلفة. أشباه الموصلات هذه هي عبارة عن أكاسيد ناتجة من اتحاد عناصر معينة مع الأكسجين. هنالك مواد نسميها فائقة التوصيل أيضا نحتاجها في الأجهزة الإلكترونية المختلفة، هذه أيضا عبارة عن أكاسيد مواد ناتجة من اتحاد أو من عملية أكسدة لكنها مفيدة. المقاومات الكهربائية اللي نصنعها ونستخدمها في بيوتنا، نستخدمها في المصانع، نستخدمها في مختلف احتياجاتنا الحياتية المعاصرة، أيضا هذه المقاومات الكهربائية تصنع من أكاسيد معينة. في كل محطات الطاقة النووية تستخدم أكاسيد مختلفة في عمليات التفاعلات النووية وفي عمليات إنتاج الطاقة من التفاعلات النووية. الطلاء جزء من الصباغ أو من الأصباغ، الطلاء أيضا هو عبارة عن مركبات كيميائية. صناعة الزجاج تعتمد في جزء مهم منها على أكاسيد فلزات معينة. إذا أردنا أن نحسب عدد التفاعلات الكيميائية التي تحصل فيها عملية أكسدة
فنحن أزاء مليارات من هذه التفاعلات، سواء في الطبيعة أو في المعامل والمصانع المختلفة، أو في حتى أجهزتنا اللي نستخدمها، السيارات، مختلف وسائل النقل أو غيرها من الأشياء اللي نستخدمها في حياتنا، هي أيضا تتضمن استخدام أكاسيد معين. المتفجرات، مختلف أنواع المتفجرات، ويهمني هنا أن أتكلم عن متفجرات مفيدة، مو المتفجرات اللي تقتل الإنسان. في متفجرات مفيدة للإنسان، مثلا على سبيل المثال المتفجرات التي تستخدم في تكسير المناطق الجبلية لغرض شق الطرق على سبيل المثال، ونعرف نحن أهمية شق الطرق في هكذا مناطق لغرض يعني تحديث الحياة وإدامة التحضر الذي يعيش الإنسان، أو إيصال الإنسان من حالة البداوة والتأخر إلى حالة الحضارة. طرق الاتصال ضرورية جدا، ربط المدن مع بعضها البعض، ربط العالم مع بعض البعض. أيضا المتفجرات التي تستخدم في هذه المهمات هي مواد من أكاسيد عناصر معينة. يوصف حمض الكبريتيك H2SO4 بأنه معيار تطور الدول، وحمض الكبريتيك هو ناتج أكسدة، ناتج تفاعل أكسدة H2SO4. وين يستخدم حمض الكبريتيك؟ بحيث اعتبرناه مظهر من مظاهر الحضارة ومظهر من مظاهر التطور. يستخدم حمض الكبريتيك في صناعة الألياف الصناعية مثلا، يعني عندنا مصانع تأخذ المركبات كيميائية معينة مثل السليلوز على سبيل المثال، خشب، وتحوله إلى أنسجة. هذا الصناعة تحتاج إلى حامض الكبريتيك، وهو نوع من الأكاسيد. مثلا صناعة الجلود أيضا تحتاج إلى حامض الكبريتيك، ونحن نعرف أن صناعة الجلود أيضا مهمة للإنسان وفيها استخدامات ومنتجات كثيرة جدا. الصابون والمنظفات، حامض الكبريتيك يستخدم في صناعة المنظفات والصابون. حامض الكبريتيك يستخدم في صناعة الأسمدة اللي الآن يستخدمها الإنسان في بشكل واسع جدا جدا في المنتجات الزراعية، في تقوية التربة وفي الحصول على منتوج غزير لابد أن يلجأ المزارعين الفلاحين لابد أن يلجأون صناعتها حمض الكبريتيك. الأصباغ يدخل فيها أكسيد الحديد Fe3O2 اللي يكون فيه Fe2O3 يعني اللي يكون فيه الحديد ثلاثي التكافؤ. الأصباغ يدخل في صناعتها أكسيد الزنك. الأصباغ يدخل في صناعتها أكسيد النحاس Cu2O. هذه الأكاسيد كل واحد من عنده لون معين، وبالتالي يؤدي إلى إنتاج صبغة معينة نستخدمها في صناعة السيارات، نستخدمها في صبغ الملابس، نستخدمها في حتى يمكن صبغ بعض أنواع الأدوية أو الكباسين. أكاسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، يستخدم في صناعة المشروبات الغازية، والمشروبات الغازية الآن تشكل حاجة لملايين البشر، يعني ملايين البشر يتناولون المشروبات الغازية التي يضخ فيها غاز ثاني أكسيد الكربون وتعطيه طعم معين وتعطيه أيضا يعني قيمة. لا يمكن أن يكون لدي مشروب أسميه مشروب غازي إذا ما يدخل فيه أكاسيد الكربون هذه CO2. تدخل الأكاسيد في عمليات تبريد الأطعمة. عمليات تبريد الأطعمة ليست على المستوى البيتي فقط، هي يعني عندنا مخازن ضخمة جدا نخزن فيها الكثير من الأطعمة تحتاج إلى عملية تبريد، وهنالك أكاسيد تستخدم في عمليات التبريد هذه. إطفاء الحرائق أيضا هي وسيلة لحماية الإنسان وممتلكات الإنسان، ويستخدم فيها أكاسيد مختلفة، منها ثاني أكسيد الكربون الذي إذا ضخ على منطقة الحريق يقوم بعزل المكان المحترق عن الهواء، وبالتالي يتوقف الحريق أو نطفئ الحريق. صناعة البطاريات، مظهر من مظاهر الحضارة أو الحضارة البشرية القائمة. البطاريات تستخدم في السيارات، تستخدم في أجهزة مختلفة، وكلنا يعرف أهمية البطاريات وأنواع البطاريات. كل أنواع البطاريات تستخدم فيها أكاسيد، وتعتمد أصلاً على عملية الأكسدة والاختزال
التي تتضمن إنتاج الإلكترونات في مكان معين وانتقالها إلى مكانات أخرى، والأكسدة هنا أو البطاريات منها أنواع مختلفة يعني تحتاج إلى محاضرة خاصة فيها، ويدرسوها طلابنا في المدارس الثانوية وفي الجامعات المتخصصة في الصناعات الكيميائية المختلفة. صناعة المراهم أيضاً صناعة تحتاج إلى أكاسيد، ومن أهم المراهم التي نستخدمها في حياتنا اليومية وتحتاج إلى أكاسيد في صناعتها هي معجون معاجين الأسنان على سبيل المثال. نذكر على سبيل المثال، إذن لو تحدثنا أيام وساعات طويلة عن الأكاسيد واستخداماتها فإننا لن ننتهي. هنالك ما لا نهاية من المهام والواجبات والفوائد التي تكون عليها الأكاسيد التي هي ناتج أكسدة. إلى آخر شريحة في محاضرة اليوم، أيضا تبين لكم معنى بداية حديثي في أنه عمليات الأكسدة فيها ما هو ضار وفيها ما هو نافع. لا يوجد أحد مننا لا يعرف أهمية الهواء الذي نتنفسه. الهواء الذي نتنفسه فيه مكونات مختلفة، لكننا لا نتنفسه إلا من أجل مادة الأكسجين بالدرجة الأساس. ما لا يحصل بالأكسجين الذي نتنفسه؟ الأكسجين الذي نتنفسه يدخل إلى الرئتين، وفي الرئتين يحصل تفاعل سأسميه أكسجة. هو عملية اتحاد بين هيموغلوبين الدم، بروتينات الهيموغلوبين، بين المجموعة الفعالة الموجودة في الهيموغلوبين اللي هي مجموعة الهيم، وبين الأكسجين. فيقوم أو هذا التفاعل يؤدي إلى اتحاد الأكسجين بصيغة أوتو، بصيغة أكسجين جزيئي مع الهيموغلوبين، و يصبح الأكسجين في الرئتين محمل بالهيموغلوبين وينتقل إلى القلب من الرئتين إلى القلب، ومنه يذهب إلى كل خلايا الجسم. هناك في داخل خلايا الجسم يضخ الأكسجين المحمل على الهيموغلوبين. ما دام هي عملية اتحاد فأنا أسميها أكسدة، يعني حصلت عملية أكسدة للهيموغلوبين في الرئتين، وتحصل عملية نزع الأكسجين في داخل الخلايا. ففي داخل الخلايا الدم يطرح أو يخرج الأكسجين المحمل به. لماذا؟ لكي يقوم هذا الأكسجين بأكسدة الجلوكوز. إذا تحدثنا عن الأكسدة التي يكون فيها الجلوكوز هو مصدر الطاقة في داخل خلايانا، فإنه يستخدم هذا الأكسجين الذي تأتي به مادة الهيموغلوبين أو بروتين الهيموغلوبين الذي ينقله من الرئتين إلى داخل أجسامنا. إذن نحن إذا نموذج آخر له هدف مختلف وطريقة مختلفة، لكنه يقع تحت عنوان الأكسدة. في المحاضرة القادمة بإذن الله سنتحدث عن ربما أنواع أخرى من الأكسدة، لكننا سيكون تركيزنا بالأساس على مضادات الأكسدة، أي أننا سنركز على التفاعل الذي يؤدي إلى إنتاج الجذور الحرة التي يمكن أن تقتل خلايانا وتميتنا، وكيف يتخلص جسمنا من هذه الجذور الحرة بمواد غذائية، مواد كيميائية تسمى مضادات الأكسدة، الأنتي أوكسيديشن. أيضا سأتكلم عنها بطريقة تخص عامة الناس وليس فقط المتخصصين في علم الكيمياء. تحياتي لكم، و
أسعد الله أوقاتكم وشكرا جزيلا على حسن إصغائكم، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذا العرض البسيط لموضوع من أكثر المواضيع تشابكا وتعقيدا في علم الحياة وفي علم الكيمياء وفي تكوين الوجود كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.